سيدة تقول: أحب طلاء أظافري وأصبغ شعري بالحناء وأستعمل الزيوت في شعري، هل يستلزم لصحة وضوئي وطهارتي من الجنابة أن أزيل الطلاء والحناء والزيوت؟ كان العرب قبل الإسلام يختضبون بالحناء والكتم، يلونون بهما الجلد والشعر والأظافر، وأقره الإسلام، بل ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا مع التحفظ في صبغ الشعر باللون الأسود. روى أبو داود بسند حسن أو صحيح أن امرأة أتت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت، وله روايات متعددة. وجريا على سنة التطور وجدت أنواع كثيرة من الزينة مع قواعد منظمة لها، ومنها الطلاء المعروف باسم المانيكير في أظافر الكفين، وباسم البيديكير في أظافر القدمين، وهو مادة لها جرم قد يكون رقيقا وقد يكون كثيفا ولا يزال بسهولة، فقد يقشط بآلة حادة وقد يذاب ببعض الأحماض. وقد أجمع الفقهاء على وجوب إيصال الماء إلى جسم الإنسان مباشرة في الوضوء والغسل إلا لضرورة كجرح يضره الماء، ومن هنا قالوا بتخليل الأصابع وتحريك الخواتم ليصل الماء إلى الجلد، فلا بد من وصول الماء إلى كل ما يجب غسله. ومما اتفق عليه علماء المذاهب الأربعة في شروط صحة الوضوء عدم الحائل المانع من وصول الماء إلى البشرة كشمع ودهن وعجين ونحوها، ومنه عماص العين والأوساخ المتجمدة على العضو. ولا شك أن طلاء الأظافر مادة لها جرم كالشمع والعجين، فلا بد من إزالتها ليصل الماء إلى ما كان مستورا بها. ولا يصح أن يقاس الطلاء على الجبيرة فيكتفى بالمسح عليه دون ضرورة إزالته، ذلك لأن الجبيرة وضعت لعذر وهو تضرر العضو من الماء، أما الأصابع فلا يوجد عذر يخول المسح عليها. هذا. وإذا كانت هناك أظافر صناعية فلا بد من نزعها لتغسل الأظافر الأصلية. وأنبه إلى كراهة تطويل الأظافر وتشكيلها بحيث تتفق مع الموضة، فإن من السنة التي يشترك فيها الرجال والنساء جميعا خص الأظافر، فهو من سنن الفطرة في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، وقد جعلها أبو بكر ابن العربي من الواجبات. والله أعلم.